تم إقرار قانون نقابة المحامين بشهر 7 من هذا العام وتم صدوره بالجريدة الرسمية. هذا القانون فيه أخطاء أو جور على في بعض مواده، وبدي أذكر من هاي المواد المادة اللي بتتحدث عن إلزام كافة المؤسسات المسجلة بالمناطق التنموية ومنطقة العقبة الخاصة وسلطة إقليم البتراء والمناطق الحرة بتسجيل أو تعيين مستشار قانوني لهذه الشركات مهما بلغ رأس ماله. كان المفروض في المشرع وفي مجلس النواب أن يحدد رأس مال هذه الشركات، خاصة وأن الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر تتلقى دعما من الحكومة، وكان يجب دعمها لا أن تفرض عليها غرامات 5 دنانير عن كل يوم لم تعين في مستشار قانوني. كما أنني أريد أن أتحدث في نقطة بأنه تم تحديد لكل مستشار قانوني أو محامي أن لا يزيد عدد الشركات التي يعين لها مستشار عن 5، وطبعا أغلب المحامين لديهم عقود مع شركات كمستشارين. وفي العقبة سنواجه مشكلة كبيرة، وهي أن معظم محامين العقبة لديهم عقود مع شركات وتجاوزوا 5 أشخاص، مما سيجبر التاجر أو المستثمر الذي ينطبق عليه القانون باللجوء إلى محامين من خارج محافظة العقبة. وشكرا.